هناك زواحف نراها كل يوم وأخرى تبدو غير حقيقية على الإطلاق، حتى أن البعض من الصعب أن يصدق وجودها في هذا العالم أصلاً. نقدم لكم في هذا الفيديو 12 نوعاً من أغرب أنواع الزواحف التي لن تصدقوا وجودها بيننا. هيا لنبدأ. هذا النوع من السحالي ربما يذكركم بقصة الفتى بونوكيو، حيث تتمتع هذه السحلية بأنف طويل ومدبب مثله. وقد تم اكتشاف هذه السحلية في أول مرة في عام 1953. تتواجد هذه السحالي في الإكوادور، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة التعدي المستمر على مواطنها الأصلية. وتتنوع ألوان هذه السحلية من الأخضر المصفر حتى البني. هذه الثعابين تتميز بلونها المختلف الذي حير العلماء في معرفة سبب حصولها على هذا اللون بالذات. يلقبها العلماء بأنها ملكة الكوبرا الحمراء نسبة إلى هذا اللون المميز، وهي واحدة من أكثر أنواع الثعابين خطورة، حيث يمكنها أن تنتصب بالكامل وتنظر إلى شخص في عينيه. وبالرغم من خطورتها فإنها لا تهاجم البشر إلا في حالة تهديدها أو التعدي على بيوضها. على الرغم من أن هذا النوع من الزواحف أقرب شبها للسحالي، إلا أنه يشبه الديدان إلى حد كبير. تتميز هذه الزواحف بأن لها أرجلا أمامية قصيرة جدا وجسد طويل كالثعابين. هي نوع من السحالي بدون أرجل كما يطلق عليها العلماء. تحب هذه السحالي الحفر في الأرض، ولذلك يجب توخي الحذر منها. فعلى الرغم من أن رأسها يشبه السحالي، إلا أن جسدها يمكنه الالتفاف على نفسه كالثعابين. دائما ما يخاف الناس من الثعابين الكبيرة حجما، لكن في الحقيقة إذا أردتم أن تخافوا يجب أن تخافوا فعلا من الثعابين صغيرة الحجم. يتواجد هذا النوع من الثعابين في مدغشقر، وهو نوع من الثعابين الصغيرة غير العمياء بالكامل، وهي تنتشر في كل الأرض وتحفر لنفسها حفرا في الأرض ما عدا في القارة المتجمدة الجنوبية. أما عن هذا النوع من الثعابين فهو خطر وسام جدا، على عكس ما يحوي به ألوان جسده المبهجة. من المثير للدهشة أن هذا الثعبان يتظاهر بكونه عنكبوتا حينما يريد أن يصطاد ضحيته، وهو الشيء الأكثر غرابة وخطورة فيه. السبب في هذه الغرابة المميتة هو أن هذا الثعبان يولد بعيب خلقي في ذيله يجعل الذيل يشبه إلى حد كبير العناكب. يتواجد هذا التمساح في شمال الهند، ويبني هذا التمساح عشا لبيوضه في الرمال الرطبة. هذا النوع من التماسيح يصنف كأحد أكثر الأنواع ندرة حول العالم، ويمثل حوالي 2% من جملة أنواع التماسيح الموجودة حول العالم. تتواجد هذه السحالي بألوان جسدها التي تشبه سبايدر مان في أفريقيا. تتميز هذه السحالي بلون رأسها الأحمر والأزرق الذي يغطي بقية جسدها وأرجلها، ولكن عند إخافتها يمكنها أن تحول لونها إلى اللون البني الممل. هذا النوع من السلاحف له رقبة طويلة تشبه الثعابين، تجعلها تجد صعوبة في كل مرة تريد إعادة رأسها إلى صدفتها. عاشت هذه السلاحف على الأرض منذ أكثر من 70 مليون عام. تطور جسد هذه السلاحف من كل أنواع الأعضاء الحيوية المعروفة لنا، والتي كانت موجودة في الأرض قبل انقراض الديناصورات. وعلى الرغم من تاريخها الطويل، إلا أن هذا النوع مهدد بالانقراض، ويعيش في جزر معينة فقط، حيث يحب أكل الأسماك بشكل خاص. هذا النوع من الزواحف يجمع ما بين التماسيح والسحالي، حيث تتميز هذه السحالي بشكل ذيلها الذي يشبه ذيول التماسيح. تتميز هذه السحالي أيضا بلون جسدها البني مع وجود حراشف برتقالية محمرة عليه. ومن المتعارف عليه أن تكون ألوان الذكور أكثر بهجة وملفتة للنظر، لأنه هو من عليه أن يجذب انتباه الأنثى إليه. وعلى الرغم من أن هذا النوع منتشر تواجده في الصين، إلا أنه من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض على الكوكب. ربما لا يصدق البعض أن السحالي المدرعة تعيش على الأرض بالفعل. هذا النوع من السحالي معروف بأنه له القدرة على التقوقع على نفسه في حالة شعر بالخطر وعليه حماية نفسه. كما يمكنه أن يظل على هذا الوضع لمدة ساعة مثلا. ومما يميز هذه السحالي أيضا أنها من ضمن أنواع قليلة فقط لا تضع بيوضا.
إذا كنتم من محبي الحرباء فربما تنبهرون بهذا النوع. هذا النوع من الحرباء الورقية هي من أظرف الأنواع التي يمكن أن تجدوها، حيث أنها صغيرة جدا بحجم ظفر صغير، وهو ما يجعلها من ضمن أصغر أنواع الحيوانات على الإطلاق. قد لا تلفت هذه الحيوانات الأنظار إليها بسبب صغر حجمها ولونها البني الباهت جدا، الأقرب إلى لون فروع الشجر. تعرف هذه السلاحف بأنها أضخم وأكبر أنواع السلاحف التي عاشت على الأرض. يصل حجم زعانفها الأمامية حتى 8.9 قدم، على عكس كل السلاحف البحرية التي تغطي أجسادها صدفة صلبة. يغطي اللحم والجلد صدفة هذا النوع من السلاحف البحرية المميزة. تعيش هذه السلاحف في المحيط الهادئ والأطلسي، ويعتبرها العلماء مهددة بالانقراض نظرا للانحدار المتزايد في أعدادها حول العالم.